السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. ده اخر عش كان عندي شغال. العش ده لو فاكرين اللي كان فيه 3 بيضات بتوع قص تاني، كنت محضنهم مع 4 بيضات بتوع القص ذات نفسه. وكان الوقت ما عملنا الفيديو اللي فات كان الـ3 اللي هم بتوع القص التاني هم اللي كانوا فقسهم وخرجهم، ما كانش لسه في حاجة خرجت من الـ4 بيضات بتوع القص التاني. تعالوا بقى اوريكم احنا دلوقتي بقينا فين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. تعالوا نطلعهم كده مع بعض بره. الـ3 الكبار اللي هم كانوا بتوع القص التاني كان مات منهم زغلول، كان مات الصغير بتاعهم، ودول الاتنين اللي هم الكبار، يعني كده دول الاتنين دول ايه، ولاد القص التاني. خلاص ما شاء الله، واحد موف وواحد كوبالت فايلوت. لو واخدين بالكم الاب اصلا والام كانوا الاتنين كانوا فايلوت، كانوا كوبالت فيهم عامل البنفسجي. ده كمان شكله مش كوبالت، ده شكله موف، بس هو بسبب تأثير الفايلوت. تعالى كده نشوف في النور شوية، شايفين ما شاء الله العامل البنفسجي ظاهر عليه ازاي، في لمعة كده في اللون بتاعه. ده كان ترتيبه رقم 2 في من حيث العمر. التاني رمادي بس مش ظاهر عليه علامات فايلوت، يعني عامل الفايلوت مش ظاهر عليه، يمكن يكون شايله بصفة مفردة سنجل فاكتور يعني. لكن التاني هو اللي ظاهر عليه ايه، عامل الفايلوت. تعال نحطهم كده مع بعض ونشوف الفرق بينهم في النور ايه. ده كده الفرق بينهم في الشمس، فرق بين اللونين. طيب كنا قلنا ان الصغير بتاعهم الثالث كان مات وهو صغير، والـ4 بيضات التانيين ما شاء الله الـ4 فقسهم، بس واحد برضو منهم مات. ادي الكبير بتاعهم اهو، ده ابن الجوز بقى ذات نفسه، يعني ده ابن ايه، ابن القص ذات نفسه. حاسسهم برضو خلاص، يعني لو تلاحظوا بدأ يبان عليهم ايه، يعني مش متغذين كويس قوي، يعني ده احساسي او رؤيتي ان خلاص الاصوص بدأت تتعب بقى، فبدأ يبان عليها بقى الايه، يعني يبان في الانتاج بتاعها ان يعني يبقى فيه ضعف كده شوية في الانتاج. هما مش لدرجة ضعاف يعني، بس هما لدرجة لا مش الحجم اللي انا متعود عليه، ومش التغذية اللي انا متعود عليها، وخصوصا الـ3 الصغيرين، يعني الـ3 الصغيرين، بالاضافة طبعا التمليح، يعني واخد بالك رغم ان هم عندهم عظم السيبيا وعندهم كل حاجة، لكن الام مملحة هي من الريش بتاعهم. طبعا يعني التمليح اللي في الحتت ديت ما بيضرش، يعني ما بيأذيش قوي، الا بقى لو بيتعوروا يعني وبيفقدوا دم كتير، عكس التمليح بقى اللي بيبقى في الريش الاساسي. يعني لما تبص على دول ما شاء الله ما فهمش تمليحه، مع انهم هم صغيرين برضو كانت الام مملحاهم نفس الطريقه دي، نفس الطريقه دي، بس ما وصلش لدرجه ان هو ان هي تشد الريش الايه الكبير بتاعهم، فده يعني مؤشر ان هي مش عاده قد ما هي نقص عندها في الاملاح، رغم ان انا لو تلاحظوا حاطط لها عظم السيبيا وحاطط لها طوب احمر في العش جوه، وبحط لها كمان طوب احمر برضو
في القفص، بس خلاص هي نتيجة إن هي استهلكت في الموسم. عشان كده ده من ضمن الحاجات المهمة جدا إنك تريح الطيور، عشان خاطر هم ليهم طاقة برضه، يعني هم ليهم طاقة. فدول خلاص ما شاء الله كده، دول آخر إنتاج ليا في الموسم ده. أنا خلاص شلت كل العشوش، ده العش الوحيد، حتى تعالوا نبص، أنا شلت كل العشوش، ما عادش فيه سلكات فيها عشوش، كل العشوش خلاص شلتها خلاص. هو ده بس القص اللي هو ايه، اخر قص. انا بصور لكم كده القص، ما شاء الله حاجه ما شاء الله، مستويات جميله. النتايه دي الموسم ده شغلتها مع اكتر من دكر، يعني ده العش الوحيد ليها مع الدكر ده، اشتغلت قبل كده مع الدكر ده. ما شاء الله مستوى جميل برضو، ابنه اهو نفس الشكل ونفس كل حاجة، اختلاف بسيط يعني. وده برضو ابنه، والفرد اللي هناك ده برضو، الفردين دول ولاده، الفرد اللي هو اللي جوه النتاية اللي جوه دي، والنتاية الفاتحة خالص دي. فما شاء الله يعني الانتاج كان كويس. انا بقى هنضف كده العش وارجع احطهم تاني للقص بتاعهم. شفتوا الخشب اللي بقول لكم عليه بيشرب الميه او بيشرب الفضلات ويتحول ل زي رمل كده، شايف؟ شايف بتبقى عامله ازاي؟ فبتشرب الفضلات كويس يعني، وما بيبقاش فيه موضوع البكتيريا بقى ولا الحاجات اللي ممكن تخاف منها ديت. وفي نفس الوقت هو مش غالي يعني، كمان يعني هو مش غالي، فبستخدمه بقى براحتي خالص. بصوا لو هتلاحظوا هتلاقوا فيه بذور بتاعة الحلبة، حاطط انا بذور بتاعة الحلبة، ممتازة جدا في موضوع الحشرات. يعني احنا الجو حر اهو، وما شاء الله كده بفضل الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اهو العش اهو مفهوش اي حشرات، مفهوش شاف، مفهوش اي حاجه، تمام، نظيف. فدي حاجه جميله جدا. برضو حاطط انا البذور الحلبه جوه العش تحت الدرج، يعني بحط جزء جوه الدرج وجزء تحت الدرج عشان موضوع ايه الحشرات. بحب برضو افرش كده جزء بسيط من القشر بتاع الاكل، ما بحتفظ بيه يعني، من برموش القشر النظيف، وبعد كده بحط عليه الخشب المضغوط. ده النوع اللي انا بستخدمه، يعني ده النوع بتاع الخشب المضغوط، الفرش اللي بفرشه لل، شوف حتى مكتوب عليه ان هو امن للحيوانات والاطفال، كمان مفيش فيه مشكله، وان هو اهو معمول من الخشب وطبيعي. ف
يعني بنصحه دايما بيه دوت. بحط اهو، حطيت خلاص كده، انا فرشت ايه الخشب والايه ماشي. وما تنساش دايما ان انت تحط الحلبة، حبة حلبة كده سايبهم معايا في البلكونة او في المكان اللي انت بتربي فيه، تحطهم في وسط الحاجة كده. وارجع ارجع الزغاليل تاني، بحط لهم برضو الطوب ده عشان منها كمان يسندوا عليه. يبقى حاجه كده ايه، خشنه في الارضيه، عشان برضو بتساعدهم ان ما يجيلهمش الكساح دوت. الكساح لو انت الارضيه بتاعت القفص، لو ارضيه القفص ملسه قوي ما بيعرفوش يقفوا كويس جوه القفص، جوه العش، فممكن يجيلهم كساح. تمام، تلاقي الفرد فتح رجليه كده ومش قادر يتحكم ان هو يقفلها. لما بتحط لهم حاجات خشنه لا، الموضوع بيفرق معاهم جدا، لان هم بيمسكوا بضوافرهم ويمسكوا برجليهم، فبتقوي الرجلين بتاعتهم اهو. بس كده وارجعهم تاني للاهالي، ويا رب كده يكون كل حد فيكم الموسم ده اتبسط وطلع له الحاجات اللي كان بيدور عليها والانتاج اللي هو كان بيدور عليه، واتعلم حاجه جديده في الهوايه. ان شاء الله هنعمل بقى الفتره اللي جايه بقى فيديوهات عن اللي هو موسم او الموسم بتاع التحضير، ازاي بقى نحضر بشكل كويس للموسم اللي جاي. ما تنساش لو عجبك الفيديو، لو انت لسه جديد تشترك معانا في القناة، وما تنساش برضو لو عجبك الفيديو اللايك والشير عشان خاطر يوصل لأكبر عدد ممكن. واشوفك في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.